فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المخالفين من القبوريين يحتجون بجواز الاستعانة بالمخلوق بمثل الاستعانة بالدكتور أو بالطبيب لأجل العلاج، ويقيس ذلك على دعاء الأموات. لا يا أخي، الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله في عون العبد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. تعاون بين الناس فيما يقدرون عليه هذا طيب، وأما ما لا يقدر عليه المخلوق فلا يجوز الاستعانة به فيه، هذا شرك. نعم.